بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من خير من شكرك وذكرك وخشيك ويرجو عفوك والبعد عن أليم عقابك في الدنيا والآخرة. آمين رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان ولا عدوان إلا على المشؤومين الأوباش. نرجع إلى ما بقي من هذه الآية الكريمة: والذين كفروا لهم شراب من حميم. ما هو أنت على الفطرة قلت هذيك مش تلقى الفطرة، لكن لون آخر معاكس، فما أشكل الإسلام المية هكا مغذية المبردة، ولك عيب بقلاوة، هذيك عندك بقلاوة جهنمية، وعندك هذيك خليط وخلطة مائعة من حميم. آمن، ما هو أنت يا أهل تروحك لذلك، ربي ما يظلمكش، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمونا وما ظلمونا، ما تجمش تأثر في ربي، ما يسعس بكش، ماكش حتى من سقط المتاع، هذا ولله المثل الأعلى، أنت لا تساوي شيء عند المولى. بكفرك ونفاقك وشرك وكذبك لا تساوي شيء، بل أنت واقع تحت مقته ومؤهل عذابه الأبدي والعياذ بالله. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. احنا مناش صديق سديين، لا لا، احنا نبلغ القرآن العظيم لعله يفيدك يوم من الأيام رب العالمين. تقول والله اللي كنت أعتبره في داوي كان ينقش، كان يريد خير، أيوة الحمد لله أنا بديت نفهم من رسالك، أنا رانا خدام وبدوني أجر، أرانا لوجه الله نصنع هذا، والله لا نريد منكم لا جزاء ولا شكور، نحن يكفينا ما وعدنا الله به من أجر عظيم، نحن بشرنا المولى الذي لا يقول إلا حقا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام له صفة المبشر والنذير والسراج المنير، نحن مكفيين في هذا، في هذا المضمار، مضمار الهداية والنورانية والاستقامة، وربما درجة ما فوق درجة الملائكة في عمومهم عليهم سلام الله. أعلى من النعيم المقيم دنيا وآخرة، وهذا بفضل رب العالمين. امكيوا على حالكم، حال أهل النيران والخلود في غضب الرحمن، والحرمان من رضاه، والحرمان من قراءة عليكم القرآن. أنتم لستم بأهل لأنكم مختلف الدنيا، قرأنا عليكم القرآن، والبداية كانت من رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، نبذت ذلك الخير، نبذتموه وكفرتم به وسأتم الأدب مع الله ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه جرائمكم بعض منها نسوقها إليكم لعلكم ترجعون إلى واقعكم، تخرجوا من واقع إجرامي إلى واقع غير ظلامي بل نوراني، يفيدكم في دنياكم وحياتكم البرزخية وآخرتكم الأبدية، نسأل الله السلامة.